بداية كل محفل مناجاة خالصة بيني وبين رب العالمين، فأقول الرب العالمين أقول له ملاذ للمشتكي من الجور واللاجي، ملاذ للمشتكي من الجور واللاجي ودليل تايهم ضيع دروب ولا يجي روحه ما يعرف وين يروح. واللاجي شقد من عبادك يا رب نشوف، واللاجي ما حد تقعد يزول الظلم والهامي. الغم سقمني سوى الدلال والهامي، أقول له أقول له يا من مدرج ضعاف الدود والهومي، واجي في بابك لا هروح ولا أجي، يا من مدرج ضعاف الدود والهومي، واجي في بابك لا هروح ولا أجي. بيت زياري على المكابرة وعزة النفس نوبات ترتمي وتريد تشكي همك، بعدين نقول لا أصبر أدوس على نفسي أعبر هالمرحلة، تطلع تضحك قدام الناس. هذا البيت أكثر الجمهور حافظه، ولكن حتى نرفض البرنامج بارك الله. البيت أقول هموم اللي بقلبي من صنوف الليالي اندرت نادرة، حتى الدليلي وردت على العيون اندارت، اشطور الليالي غرزت ما ظن الدر، كاسات درت مرارة وما بها كسارة، منها النشامة واسفراحة وكسارة، لكن اضحك وسولف وجامل ما انطق سارة، خايف من اعداي تفرح بالجلال اندرت، اضحك وسولف وجامل ما انطق سارة، خوفي من اعدائي تفرح بالجرالي اندرت. بيوت العتابة حتى التوثق الهبيلة قامت تنعي الهبيلة من الشبالي، وطيبة أسع أخو جاسم محمد أسعي وقت اجتلوا الدواعش جاسم من بيته 25 سنة أسع 26 سنة، ونعت فوق أخوها وهي من الولادة مجنونة ولسه طيبة، فصار الهبيلة هذا الهبيلة يا الجمهور، ناس قالت فلان اخذوا، احنا نعرف تاريخ ونعرف ايش قاعد نسوي، فالهبيلة قامت تتنعي علش جايب كثر ما داخل كبودي، علش جاي مريت الدار قالت لي علش جاي صرت من زعل وحوش الخلق. وحمد حمد ما فجر حلي عيني معاي انا ما ضل، حمد ما فات جرحي لي عاني ولا مش في جلفاني لي يعاني. حمد حمد وين الوليده لي عاني تسندضعون تطلبهم حفه، حمد وين الوليده لي عاني تسندضعون تطلبهم حفه. بارك الله بيكم الجميع، بارك الله.